في حكم اكتم في الملعب واللعيب لعيب والحكم حكم كلنا ننتصر كلنا ننتصر للحكام والحكم حكم كلها تعب شايف تغيير كده حصل فريق شبين وقطع كده من المهاجم وصابر قطع صابر كده بنت الكابتن سامع مرة بوجي شيرين لا يا ابو الكلاس سلم الراجل واحد كده جامده حلو حكام يا حكام يا حكام شباب شوي سند شوي عمل طفره كده بحس المرمى عماده بيقطع كده فاهم ماشي كريم رجع الكوره هنا سابها لا المدافع سمع يا كريم مش كريم صفى كده كابتن سمع رمي التماس سمع فريق شيرين من ناحيه الشمال رمي التماس شيرين وكوره وعاليه تروح من الناحيه الثانيه فريق برضه في مرمى كابتن سامع رمي برمى لصالح فريق محمد شاوي كده يهدي الله شاوي ماشي الرحلة كده بيحرز الهدف الأول 4-2 بقى 1-0 لصالح فريق محمد عماد أبو دايمة لعيب كويس يا جماعة وماشي كان في تجربة الكابتن عادل طبعا زي ما احنا عارفين والله دي المرة المية عليه أصلا ماشي محمد محمد ماشي لا حمادة صبر وكريم لعيبه كويسه يا جماعه صف كتير جامدين محمد وكريم باشي ماشي ساكن كده يا جماعه عملنا لها واخد فاول صلاح شيرين ماشي ساكن مننا كده وشاف صح المباراه صلاح حريم انا ولا شايفين الجمهور كده كله متعاطف مع شاوي راحت المهاجم شيرين وترجع كده هجمه تطلع رامي التماس رمي التماس لصالح فريق شيرين من ناحيه الشمال العبها كوره وعاليه يقطع كده محمد برافو على المباراه جامده تروح لحارس مرمى شيرين حارس المرمى كده كريم ضرب عليه تروح المدافع يقطع كده صفقتين جامدين وعاملين شغل سامي قطع لمحمد محمد سامي على كريم وسامي كده الماتش على سريع ساكن ماشي شيرين من ناحيه اليمين راس الملعب شيرين ماشي كده سكننا كده اللقاء يا جماعه ماشي محمد وركله شوطه عاليه طويله وعاليه كده محمد شرقي سكننا النهارده يا جماعه وفي انتظار المباراه القادم سلام الدخان ويقص كده بيقول لك دي سكه حلوه شاوي سخننا كده سخن اللقاء شاوي ماشي على اعصابك شيرين من ناحيه اليمين شيرين وده من الشمال شاوي برافو حماده ده تطلع كده ضربه رجليه ضربه رجليه شيرين ضربه رجليه سامي بيطلع وصابر حماده بالعقل كده بنت الكابتن سامع ضربه رجليه الماتش يا جماعه سخن ماتش ولع مننا خالص راح المدافع صابر كريم ماشي صابر ميسي انتوا يا جماعه كريم ده على الصف جنبه كريم وصابر تروح لصابر تاني يا توانا اجمعت النتيجه 2-1 لصالح مرمى محمد شوقي اللي عمل لنا مفاجاه النهارده مفاجاه البطوله بحراس المرمى كل الجماهير كده متعاطفه مع محمد شوقي النتيجه 2-0 لصالح محمد شوقي متقدر على سبيل 2-0 وشبين ماشي بيتا محمد ده سابق كوسة هيلعب بكريم ولا ايه؟ تنقطع رمي التماس صالح محمد على الكرة كريم وصابر كريم ماشي بيلعب بالعرض كده ياخد رمي التماس مرة تانية بيت الكابتن سامع كده رمي التماس من ناحية الشمال ضربة رجلية هيلعبها محمد رمي التماس بيت الكابتن سامع رامي الكلاس رامي الكلاس كده محمد عبد العزيز محمد هيلعبها صابر ليه؟ يا ده عدل من صابر كده ما
عمل عمليه كويسه جدا، عدت بالصبر، لم التلازم صالح شديد من ناحيه الشمال، طويله وعاليه يا ابو سامي، سامي وصابر، صابر، صابر وسامي، تفضل كده زبون، تطلع لم التماس، لم التماس، ماشي كريم، كريم هيقطع ليه؟ طيب كريم وماشي قطع شديد، وعدى صابر، وتطلع منه، نزل مهاجم مستوى في نص الملعب، لعبها الباك اليمين، باك اليمين ماشي، بيلم، يقطع سامي، قطع سامي، وصابر، ما تتقطعش، تروح لشبيب، شبيب لعبت اليمين، ومد فاير كده، فاير برافو الكابتن سامح، تبنى يا جماعه لعيب كبير، مد فاير على شبيب كده في نص الملعب، وكريم وصابر كده بيهد الملعب. يا كابتن غصب عني وانا العب العب حماد حماد ايه كده العب ماشي حماده 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 لاعب لسامي شوي شوي برافو بيطلع كده شيرين اي حاجه تهبط فيها صابر لان التماس صالح شيرين من ناحيه اليمين واحد محمد وسامي ماشي محمد محمد تعمل مباراه جامده هو كريم والله يا جدعان كريم ضابط كريم وجاب فاول شيرين راجل مدافع فاول لعيبه كده بسرعه تعدى نص كريم 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 كده عدت وحماده تلاتها تقول حارس مرمى شبين سرعه كده ومع الارض لعيبه طويله وعاليه نطلع محمد محمد في نص الملعب برافو محمد لعيب كويس يا جماعه بياخد فاول هيلعب حماده انذار انذار الكابتن سامح وحماده على التنفيذ ماشي حماده حماده لا كده لا محمد محمد لا كريم كريم بيلعب الكعب طيب كده مع كريم تاني كريم لا تطلع من كريم كده لان التراس صالح شيرين اصبح في نتيجه 2-0 صالح بدري مهم شيء لان كده شيرين وماشي شيرين وقطع حماده وصابر واحده كده وياخدها شيرين شيرين ينزل على المدافع ويبص مين ليه لا لا شوفه جامده برافو شاور قاطع المار النور شاور وماشي شبين تاني ولم واحد تاني وصابر صابر وسامي صابر وسامي وسامي وكريم كريم ماشي لسامي سامي وصابر صابر لعيبه محمد بطن رجله تروح لكريم كده ومد الكابتن سامح ضربه ركنيه محمد وكريم لسه كتير جامدين مش عارف مين اللي جابهم محمد وكريم محمد شوقي ملك السفرات جابوني محمد عماد وكريم بشير عملوا لنا طفره محمد محمد ما ننساش بره في داهيه هاني مصطفى وهاني نزل و شوقي كده في هجمه مرتده 2-1 2-1 مشي ماشي ماشي سخين كده ماشي هاني هاني صابر صابر و واحد كده لا حماده 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 لا صابر صابر وهاني هاني ماشي هاني لا يا صابر يا صابر مش حمادة حمادة فينا طيرة على زقة كده بسيطة وتروح لا ماشي طلع سامي كده يا جماعة سامي كان عامل مجهود رائع في نص الملعب وجبت حمادة حمادة جبت الكابتن سامي كام سامي يا جماعة كان عامل مباراة جامدة وكان عامل شغل جامد في نص الملعب سامي كان لاعب في نص الملعب اهو اهو كده سمين راح كان ليه وسند عليه برافو هاني مصطفى بيطلع كده تطلع رمي التلاس من عند النهر رمي التلاس روح يا هاني عليه هاني يلعب شيرين رمي التلاس الزعفر اللي فيه 2-1 ماشي حماده قطع حماده كريم 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 يلعب يلعب ماشي العب يا جماعه العب العب الكوره فرقت العجل اداك فرصه ما تستناش لما يصفر اداك فرصه فالكوره كنت لاعبها انفراد وحماده حماده على التنفيذ يلعبها طويله وعاليه طول عرض المرمى طويله وعاليه كده في نص الملعب قطع هاني وحماده ورجعها كده بفرصه شاور شاور كده اللي بيهدي اللعب
شاور كده يا جماعه. هدى اللعب وفاجئنا كلنا، فاجئنا كلنا. محمد محمد الهاني، هاني كريم 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 فرقت عنه كده. ومد الكابتن سنة اول تاني رجع حارس المرمى. هنا 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 المدافع سنة كريم، اضع كريم كده ومحمد امام. لم التماس يمين لا يمين، لم التماس طلعوا عليها. يقطع يقطع صابر كده، تطلع لم التماس تاني يحطها وشبين المهاجم حماده كده وبيقعد فاول فاول لشبين من ناحيه اليمين. والنتيجه اصبحت 2-1. بوش رجله كده فاول شاور شاور بيطلع كده واحده اي حاجه. صابر صابر وكريم كريم ماشي كريم وهاني هاني الثانية لعبة بتاعت ابن محمد كريم وكريم تاني. لعبة كريم كده كريم لعيب كويس والله يا جماعة. هو محمد امام هجمة مرتدة صابر رجع يقطع وصابر كده بيلم ويطلع بالعرض في العرض كريم كريم ماشي لما صابر سيد بومين هيمشي صابر ولا ايه؟ صابر اشرف يا علي خطر خطر اقسم بالله كابتن صالح صالح شيرين هبطت في العرض اللي جوه صابر. احنا مش شايفين من هنا انذار صابر. يلا يا نادي ماشي ماشي صابر صابر محمد ماشي محمد محمد ماشي كريم محمد وكريم تهبط محمد كده تطلع ضربة مرمى تنش عبد الله لأن الأمان تطلع كده المباراة يا جماعة اللعبة أصبحت المباراة 2-2 واللي جاي هيستلم وماشي شايف من ناحية الشمال شايف من ناحية المدافع وضغط صابر عليه كده هيقطع ولا ايه؟ ماشي ماشي صابر ماشي المدافع ومشي العالي كده واحده طويله عاليه رمي التماس لناحيه اليمين واقف كريم عليها كده بيعدي بالله وواحده الثانيه طلع لشبوب اضع كريم كده اي حاجه والكابتن